نشرة إخبارية رياضية مفصلة تأتيكم من العراقية الرياضية، البداية فيها مع أبرز العناوين. فيفا يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد كرة القدم. في الدور الممتاز الشرطة يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على الكرخ، والزورة يتعادل بالوقت القاتل أمام أمانة بغداد. غاز الجنوب يحقق فوزا مهما على الدغارة، والبحر يحقق الانتصار على الجيش في الدور الممتاز لكرة الطائرة. إلى التفاصيل، أهلا بكم مشاهدين الكرام. تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم النسخة الأخيرة المرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من لوائح ومدونة الانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي. وجاء في رسالة الاتحاد الدولي أنه تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، ويجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية وإرسالها إلينا قبل السادس من كانون الثاني المقبل لمراجعتها والتصديق عليها. وأضاف الاتحاد الدولي أنه يؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بالتقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية، ونطلب من الهيئة التطبيعية متابعة الأمر حتى يتم التصديق على القانون المذكور بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي. وإلى الدور الممتاز، حيث استعاد فريق الشرطة نغمة الانتصار مجددا بتغلبه على الكارخ بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة العاشرة من المسابقة. يدين فريق القيثارة الخضراء في فوزه إلى اللاعب علاء مهاوي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، وبهذا الفوز ارتقى بالشرطة إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد الكارخ عند النقطة 11 في المركز 14. تمكن فريق الزوراء من إحراز هدف قاتل أمام مضيفه أمانة بغداد في المباراة التي أقيمت على ملعب بغداد لحساب الجولة العاشرة من الدور الممتاز، لينهي المباراة متعادلا. المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق رغم بدايتها المتحفظة، إلا أن إثارتها اختصرت في الدقائق الأخيرة، إذ سجل ستار ياسين هدف التقدم لأمانة بغداد في الدقيقة 87، لكنه لم يهنأ بهذا الهدف مطولا بعدما تمكن مهند عبد الرحيم من إعادة الزوراء للمباراة برأسية في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. هذا وأجبر نادي أربيل الحصول على نقطة واحدة أمام ضيفه الميناء بعد تعادلهما الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد فرانسوا حريري لحساب الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز. شهدت المباراة في بدايتها أفضلية لفريق أربيل الذي تمكن من تسجيل هدف السبق عبر اللاعب رزان شرزاد في الدقيقة 21، لكن الميناء تمكن من العودة بنتيجة المباراة عبر اللاعب حسين يونس في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الميناء حسام مالك من تسجيل الهدف الثاني، ليتمكن أربيل من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عبر مهاجمه فرحان شكور، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين. إلى ذلك، خطف فريق نفط البصرة فوزا مهما من مضيفه فريق القاسم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكفل لحساب ذات الجولة. وبعد محاولات جادة ومهمة، أثمرت محاولة لاعب نفط البصرة أحمد قاسم عن هدف التقدم في الدقيقة 39 من المباراة،
وفي الشوط الثاني عزز حيدر جلاوي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 56 لتنتهي المباراة بفوز نفط البصرة بهدفين دون رد. هذا وأكد مدرب فريق نفط البصرة عمار حسين أن فوز فريقه على نادي القاسم ساعده على التحسن في سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز. أكيد مباراتنا يعني كانت صعبة لفريق القاسم، فريق القاسم فريق يعني يمتلك لاعبين شباب طموحين، بس الحمد لله يعني شوية استعدينا لهي المباراة، أعطينا واجبات، اليوم اللاعبين يعني طبقوا من هاي الواجبات نوعا ما، احترمنا القاسم. هو هذا الدرج الاساس اللي خلانا نفوز اليوم. فريق القاسم فريق محترم، احترمناه، ما استهزأنا به، ما سمحنا له يلعب، ما اعطيناه مساحات، جانبنا التوفيق بالهدف الثاني. اعتقد كنا فوز محتاجين له، يعني حسن من وضعنا بسلم الترتيب. الحمد لله والشكر، فوز كنا محتاجينه، خاصه احنا بظروف صعبه من ظروف ماديه، ولكن الحمد لله والشكر عززنا وضعنا بالدوري، وإن شاء الله عندنا مباراتنا بالديوانية إن شاء الله نحقق بنتيجة طيبة. وفي السياق ذاته تمكن فريق زاخو من العودة إلى طريق الانتصارات بفوزه على فريق الصناعات الكهربائية المتذيل لائحة الترتيب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب زاخو. الهدف الوحيد في المباراة جاء مبكرا بإمضاء المحترف الكولومبي ديفيد في الدقيقة الثانية من المباراة ليتمكن زاخو من المحافظة على النتيجة حتى النهاية. هذا وتمكن فريق نفط ميسان من قلب تأخره إلى فوز ثمين على النفط بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة بدور الكرة الممتاز. انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل طرف، وفي الشوط الثاني كان هدف التقدم من حصة النفط، إلا أن نفط ميسان لم يتأخر في الرد وإدراك التعادل، واستمر الأخير بالضغط والفرص الضائعة على المرمى النفطي حتى جاءت دقائق الوقت الإضافي وهدف الفوز لنفط ميسان الذي أنهى المباراة لصالحه وبثلاثة أهداف لهدفين. هذا وقررت لجنة المسابقات تأخير انطلاق الجولة 11 يوما واحدا. وقالت اللجنة في بيان أن تأجيل الجولة جاء لمنح الأندية يوما إضافيا بعد إلغاء البطولة الرباعية الدولية لمنتخبنا الوطني، حيث ستبدأ الجولة يوم 27 من الشهر الحالي بدلا من 26. رغم المشكلات التي ترافق دوري كرة الصالات، تستمر فرق اللعبة بالمنافسة لإكماله وإيصاله لبر الأمان. انطلق دوري كرة الصالات، والفرق المشاركة أخذت تلعب مبارياتها حسب الجدول والوقت المتفق عليه، لكن جعبتها كانت مليئة بالجوانب السلبية التي لا تتناسب مع حجم المنافسة وأسمائها الكبيرة في هذه اللعبة. فأماكن إقامة المواجهات وأرضيات القاعات والجوانب المالية وغيرها أثقلت وأتعبت الفرق. كل هذه النقاط لم توقف نشاط وهمة اللاعبين في مواصلة المسير بخط مستقيم لإنجاح الدوري. أكو مباريات جيدة في من ناحية أنه مشاركة الفرق، العدد ازداد 18 فريق، والظروف المادية عاقت كم فريق في صراحة، تم انسحابهم من قبل نادي الحشيد أو الميناء، هذا ما يعيق الدوري، وإنما الدوري يستمر دور عام، هاي السنة الثانية مكررة. لعبة تفتقر للملاعب للصالات، مثل ما تعرف بغداد بها عدة صالات معينة، الأندية بحاجة كبيرة للصالات، يعني للقاعات المغلقة. سوء الأرضيات من الممكن أن يؤثر، لأن هي قاعات محددة، وسوء الأرضيات مالتها هو لا يمكن أنه أكو أرضيات ما ممكن أن تلعب عليها، فبالتالي اللعبة تحتاج لتوفير قاعات ذات مواصفات جيدة وأرضيات ممتازة، بالإضافة إلى تحتاج هذه اللعبة لتوفير دعم مالي أكثر. كرة الصالات عبرت جبالا من الصعاب بمشوارها بفضل لاعبيها الذين كانت أساساتهم صحيحة ودور المدربين الأكفاء لتحصد اللعبة ألقابا عدة، وهذا هو المطلوب
وللمحافظة على بيرقها لا بد من التعديل والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة من قبل القائمين عليها لنشهد فتح آفاق جديدة من التطور والإبداع. العراق يمتلك خامات جيدة جدا، يعني بالفطرة المهارة بالفطرة، يحتاج لها فقط صقل واهتمام بسيط. والعراق يعني حصل على 2018 رابع على آسيا، يعني جارة دول كبار مثل اليابان، إيران، أوزبكستان، يعني بإمكانيات بسيطة جدا. فيعني إذا كانت إمكانيات بعد أعلى، يعني إحنا متأكدين ومتفائلين إنه المنتخب العراقي يتأهل كأس العالم. يجب معالجة الأخطاء من جذورها كي لا تتشبث أكثر بهذه اللعبة وتصبح متمسكة بأرضيتها، ما يصعب اقتلاعها في المستقبل. يد تساهم في بناء الخط الاستراتيجي لكرة الصالات، وأخرى تحمل مطرقة لتحطيم جدار الصعاب والمشاكل التي تواجهها من أجل الاستمرار ضمن ما هو مخطط وصحيح لهذه الرياضة. من قاعة نادي الشباب، زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. في الدوري الممتاز لكرة الطائرة، تغلب فريق غاز الجنوب على الدغارة بثلاثة أشواط نظيفة لحساب المجموعة الثانية. غاز الجنوب استطاع أن يحسم الشوط الأول بواقع 25 مقابل 20، وبعدها استطاع تعزيز تفوقه بفوزه في الشوط الثاني بواقع 25 مقابل 18. ولم يتمكن فريق الدغارة من مقاومة نشوة غاز الجنوب ليحسم الأخير الشوط الثالث بواقع 25 ل15. وفي مباراة أخرى حقق البحر انتصارا مهما على فريق الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما تمكن فريق حديثة من الفوز على بلد بثلاثة أشواط دون رد. اختتمت في محافظة السليمانية بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة للمتقدمين، حيث تسيد فريق الشرطة البطولة فرقيا وحصد فيها المركز الأول. على وقع التنافس الكبير على بساط المصارعة في بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية متقدمين، حيث اختتمت المنافسات التي شهدت تألق عدد كبير في نزالات اليوم الثاني والأخير للحرة من اللاعبين النجوم والشباب الواعدين المتحفزين للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني. بطولة كانت جيدة جدا بالنسبة للاتحاد أو للمصارعة العراقية، لأنه يخرجون أو يختارون من هذه الفئات المتقدمين مصارعين يمثلون البلد إن شاء الله بالمستقبل القريب. البطولة بين بها كذلك مصارعين شباب انهم ان شاء الله جولات بالمستقبل. الحمد لله توافقنا بهاي البطوله المتقدمين وحرزت المركز الاول. كانت مصارعه جيده من نادي الشرطه، كانت لواعب جدا، بطوله جدا قويه، والحمد لله وشكر توفقنا بهاي البطوله. البطوله لم تخلو من حالات الاعتراض من قبل بعض الانديه على نظام تسجيل المحترفين، واتحاد اللعبه يؤكد انه يسير ضمن اللوائح المتبعه مع وجود حالات استثناء للفرق في هذا الموسم نتيجة جائحة كورونا. طبعا أنا أعتب على اتحاد المصارعة اللي عنده بعض الخروقات الإدارية، يعني لاعبين جلبوهم كمحترفين بالبطولة قبل ساعات من انطلاقها، وهذا الشيء طبعا أثر على نادي يعني كمات بغداد، يعني محترفين إيرانيين غزت البطولة رغم هي بطولة اسمها بطولة أندية العراق. على العموم بطولة قوية وشفنا ندية من جميع اللاعبين، نبارك للفائز ونقول هارد لك للخاسر. تسجيل اللاعبين هاي صارت احنا قانون عندنا، قلنا يابا اخر موعد 15/3، لكن صارت حادثة كورونا اللي عطلت الرياضة بصورة عامة بالعالم. فاحنا صار تسجيلهم بفترة متأخرة حتى نسهل عملية الأندية، لأنه تعرف البطولات هسه صارت بصورة مبكرة خلال هاي الفترة، يعني بصورة سريعة بحيث النادي ما يقدر يتعاقد، متعاقد من زمان ومسجل عقودهم من زمان، بس وقت حضورهم صار قبل البطولة. هذا الشيء ما بكل كل مشكلة فنية ولا قانونية بالاتحاد. ترتيب الفرق عند نهاية منافسات يوم الحرة، تسيدها فريق الشرطة بحصد المركز الأول فرقيا، وتبعه في الوصافة أمانة بغداد، فيما حل فريق الأعظمية في المرتبة الثالثة، وجاء نفط البصرة رابعا. انتهى مشوار التنافس وأزدل الستار على البطولة وتوج الأبطال،
وباتوا ينتظرون الدعم من قبل المسؤولين والقائمين على اللعبة لتمثيل العراق خير تمثيل في المحافل المقبلة. من السليمانية، مؤيد الهاوي، العراقية الرياضية. بطل عراقي آسيوي يعاني فقر الحال هو لاعب منتخبنا الوطني محمد مطر، بطل آسيا لوزن 57 كيلوغراما، والذي يظهر يوميا كعامل بناء ليتجه بعدها للتدريب. نتابع. الذي يظهر أمامك كعامل بناء من تتصور أنه اللاعب محمد مطر بطل قارة آسيا برياضة الكيك بوكسينج، صاحب الميدالية الذهبية للعراق في منافسات وزن 57 كيلوغراما. فنك العيش ومصاعب الحياة وضعف المردود المالي للعبة جعلت من محمد أن ينهض فجر كل يوم ليرافق زملاء العمل باحثا عن رزقه اليومي، كونه معيلا لعائلة تتكون من 8 أفراد. أمارس عملي كعامل بناء أو لبخ أو بسراميك. والدي كان سابقا يشتغل خلفه وإحنا نساعده بالعمل وبالبناء، فحاليا هو بالبيت يعني ما يشتغل، فأنا لازم أمارس حياتي الطبيعية والمعيشية كعامل أو خلفة بناء أو عامل. يوميا أطلع بالستة الصبح حتى أحصل رزقي، وراتبي 150,000 بالشهر كلاعب منتخب بطني بين شهر وشهر. رغم ظرفه المعاشي الصعب إلا أنه يحمل في قرارة نفسه ضرورة الدفاع عن لقبه والحفاظ عليه في بطولة آسيا القادمة التي ستقام نهاية شهر شباط المقبل. بعد الانتهاء من عمله يتوجه فورا لخوض وحداته التدريبية اليومية المكثفة والتي يحرص على تأدية مفرداتها بتركيز عال واندفاع وحرص كبير، أملا بتجديد عرش ولايته على نطاق قارة آسيا في منافسات وزنه خلال الاستحقاق المرتقب. عدنان هو يشتغل عماله، عدنان ما حد داعمه، لا من محافظ، لا من وزير شباب، لا من رأس الوزراء، عدنان قاعد بالإيجار وكل شيء ما عنده، والحدنان يتمرن، يجي من العمالة يتمرن. بعد عودتي من العمل كعامل بناء عاود تدريبي بالساعة 3:30 في نادي الكوت استعدادي لبطولة أندية العراق وبطولة آسيا بالعام المقبل تحت إشراف المدرب الدولي الأستاذ راعي الزاكي. التدريبات مكثفة والاستعداد مكثف وبقوة، وإن شاء الله أحافظ على لقبي. السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هناك نسخة مماثلة لبطل آسيوي في مجال لعبة الكيك بوكسينج في أحد بلدان القارة، تصوروا كيف سيكون واقعه وظرفه المعاشي مقارنة بالوضع الحالي للاعب محمد مطر. سؤال يوجه ويطرح على طاولة المسؤولين. ميثاق الزريجي، العراقية الرياضية، الكوت. بغية نشر الرياضة داخل المحافظة، قام الاتحاد الفرعي لمحافظة ذي قار لتنسيق كرة القدم دورة تدريبية وتحكيمية لفئة سيل آسيوية. لأجل نشر اللعبة داخل المحافظة وخلق كوادر تدريبية وتحكيمية، أقام اتحاد ذي قار الفرعي لتنسي كرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد المركزي دورة تدريبية تحكيمية في أثسي شملت محاضرات نظرية وعملية. هذه الدورة الهدف الأساسي منها هو خلق قاعدة تحكيمية تدريبية في محافظة ذي قار لنشر اللعبة من خلال هؤلاء الحكام والمدربين داخل المحافظة. تنس كرة القدم هي فعالية بسيطة، فعالية سهلة، ممكن انه تكون محافظة ذي قار في المستقبل القريب رقم صعب بين محافظات العراق الاخرى. ان شاء الله تنس كرة القدم انولدت وبذرنا البذرة الاولى للنجاح ان شاء الله والتقدم، وان شاء الله تبشر بخير. اختصاصنا على التحكيم فاستفادينا، وان شاء الله بالممارسة ان شاء الله راح نقدر نبدع بهذا المجال. وعمد الاتحاد المركزي لتنسيق كرة القدم على إشراك لاعبي المنتخب الوطني لتقديم عروض توضيحية تسهم في التطبيق الفعلي للجوانب التدريبية والتحكيمية. مدرب المنتخب الوطني سعادته بوجود لاعبين مميزين
طبعا اساس يعني هذه اللعبه هي الانتشار الموجود داخل المحافظات، واحنا سعيدين انه اليوم ذي قرار تفتتح دوره تدريبيه تحكيميه على مستوى عالي. خطوه ايجابيه تحسب الاتحاد الفرعي ذي قرار بان تنظموا دوره تدريبيه من اجل انتشار اللعبه، لعبه تنس كره القدم من اللعبات الممتعه والشيقه، لعبه حديثه دخلت العراق. احنا نحب انه نطور الرياضه بالاخص تنس كره القدم، نحب نطورها ونسوي اتحادات فرعيه. اول ما بدت بالاتحاد العراقي، فنحب نفرعها بين المحافظات. وسيمنح المشاركون بعد نجاحهم في اجتياز الدوره شهادات تحكيميه وتدريبيه تمكنهم من ممارسه مهامهم بشكل رسمي، وتؤهلهم للمشاركه في الدورات القادمه سواء كانت داخليه ام خارجيه. كون هذه اللعبة من الرياضات الحديثة، فسيكون على القائمين عليها مسؤولية نشرها والتثقيف عليها لخلق قاعدة لها داخل المحافظة. من الناصري أحمد يونس، العراقية الرياضية. تحت اسم بطولة الشهيد أبو مهدي المهندس، افتتح بمحافظة النجف الأشرف بطولة السداسي الكروية بمشاركة 8 فرق من المحافظة. تم افتتاح بطولة مصغرة على ملعب خماسي الكرة في مدينة النجف الأشرف، ضم 8 فرق من النجف، وقد كان للعبة انتشار كبير مما أولاه المقيمون على النادي تنظيما ومتابعة. اليوم في محافظة النجف الأشرف كان لهذه اللعبة نشاط واسع وكبير، وانتشرت في انتشار كبير من خلال توسعة نشاطات هذه اللعبة من خلال الكادر الذي يترأس العمل. تكون المباراة الافتتاحية بين نادي الكوفة ونادي المشخاب، إن شاء الله نأمل للجميع أنه يكونون بالمستوى المطلوب وحسن إن شاء الله حسن الترتيب والعمل المضني اللي أخذناه على عاتقنا خلال هذه السنة اللي هي ترتيب هذه البطولة إن شاء الله. حقيقة احنا عدينا هذا الفريق وكان سبق أنه أكو مؤتمر فني، احنا كأندية وكنادي الكوفة بالخصوص انه جئنا داعمين لهذه اللجنة لنكون اتحاد في محافظة النجف. الاتحاد السداسي الذي ضم في اولى مبارياته فريقي الكوفة والمشخاب، وكان الفريقان على استعداد تام لخوض هذه المباراة. لأول مرة تصير بمحافظة النجف، ضمت أندية محافظة النجف، ضمت 8 أندية يتنافسون على ان يكون فريق اقوى من فريق، بطولة سداسية، اتحاد سداسي جديد، اعتقد صار له سنتين تأسيسه، وجاي نشارك احنا باسم نادي الكوفة وان شاء الله نسعى ناخذ الاول. اليوم نادي المشخاب الرياضي يشارك في البطولة المصغرة لسداسي الكرة المقامة في النجف الأشرف بمشاركة 8 فرق، وان شاء الله نسعى لإنجاح هذه البطولة ونشر اللعبة في عموم العراق. بفوز المشخاب انتهت اولى مباريات البطولة المصغرة التي اقامتها نوادي وفرق النجف الأشرف في بادرة لنشر هذه الكرة وفعالياتها. لقناة العراقية الرياضية، هند الجزائري، النجف الأشرف. مشاهدينا الكرام، نختم معكم أخبارنا المحلية ونتحول بكم إلى الأخبار العالمية في هذه النشرة بعد أبرز العناوين.